بخصوص الوضع الوبائي بالمغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد لتشمل الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المواطنات والمواطنين أن يتوجهوا إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية دون شرط العنوان، وذلك بهدف تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد-19. كما دعت جميع الفئات المستهدفة إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير مع الاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، وذلك بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.